in recipe that is enabling the effect that I know the community. If an American food in a way the enter commitment of mental health is out, means it don't be out any effect that I know the community. I mean, TCA, what you can, what you take us to run. Like a recipe, خد باله من ده حاجه توقفه في اليوسف وفي البروك.
الفانكشن في السيمبل. تاني حاجه هي الالفا 2. لما اجي اقول الفا 2 انت لما بحب اسمي الفا 2 دي هي الفرامل. دي فرامل السنسر. زي ما كان تمني بقول مفيش حته في جسمنا معاها اكشن لازم يبقى في حاجه بتوقفها عند حدها. تقول لي ازاي؟ فرامل يعني ايه؟ دي فرامل اللي بتقلل لك السمباثيك. كل اللي ما له علاقه بالسمباثيك هي اللي بتقلل. تعمل ايه؟ تقلل السمباثيك سنتر. تقلل النورادرينالين ريليز. تقلل الرينين السمباثيك. تقلل الهايبوثيسيس. تقلل الانسولين. ولو انتوا شايفين هو ده السمباثيك. السمباثيك مش هو فايت فلايت اللي انتوا حاطينه من الانسولين. اهو انا محتاج لايبوليسيس ومحتاج انسولين يدخل لي الجلوكوز. فالالفا 2 بتقلل كل ما له علاقه بالسمباثيك باستثناء حاله اكسبشن وحيد. ممكن في بعض الحالات بتعمل لي ليمت الريجيشن، وممكن كمان ان هي بتعمل فاز وكونستريكشن في بعض الاماكن في الجسم. لكن ما حدش ينسى الفا 2. ما تسمع الفا 2 ها؟ ده كلمه ايه؟ فرامل. فرامل يعني دي لما تشتغل يحصل ايه في السمباثيك؟ وبالتالي الضغط ايه؟ الضغط ايه؟ لما نتكلم على بيتا 1 بيتا 1 احنا مع بعض على طول. هارت يعني ايه؟ هارت من عدد عندنا فيه. هارت يعني اس ايه نو؟ يعني ايه بي نو؟ يعني مصر. بما انها هارت وده سمباثيك يبقى هيعمل ايه؟ الفانكشن بتاعت الاس ايه نو ايه؟ انشيشن. يبقى هي بتزود الهارت ليه؟ الاي في نود وظيفته ايه؟ مش انيشيشن كونتراكشن. هي بتعمل ايه في الكونتراكشن؟ بتسرعها. الكونتراكشن بيعمل ايه؟ بتزود الكونتراكتيفيتي. هتزود لي كل الكارديك بروبرتيز اكيد هتزود الاكسجين كونسمشن. بما ان كل الكارديك بروبرتيز ثابت فهتزود الاكسجين كونسمشن. حط عليها كمان ان هو برضه ستيمولاتي للبنت وبرضه السيميلات اللي جايه للبوليسيس اللي هي ممكن يكون معايا فيها بيتا 3. اوكي؟ اخر ريسبتور اللي هو البيتا 2 ريسبتور. البيتا 2 ريسبتور انا قلت على الالفا 2 فرامل صح؟ البيتا 2 تفتكر وانت بتجري. هتيجي تلعب اي رياضه. البيتا 2 بتاعت الرياضه. في الناس اللي يطلع عشان يشغل لي البيتا 2. رياضه يعني ايه؟ عايز هوا ولا مش عايز هوا؟ يبقى برونكو دايلاتيشن. الدم اللي واصل للاطراف يحصل فيه ايه؟ يزيد. فهيعمل لي برونكو دايلاتيشن ستيمسل لاب فيسل. وانت بتلعب رياضه محتاج طاقة ولا لا؟ الطاقة دي هتجيبها منين؟ هتجيبها ان انا هكسر الجلايكوجين اللي موجود في الليفر عشان ازود الجلوكوز. اهو كل ده انا بجري. دي رياضة. الجلوكوز ده علشان يخش جوه المصر. مين اللي بيدخل الجلوكوز جوه المصر؟ الانسولين. وهو داخل في المصر بيشد معاه بوتاسيوم. فالبوتاسيوم بيقل في الدم بعد ما تخلص رياضه بتترعش. وانت بتلعب رياضه هيبقى في ريلاكسيشن في كل الجسم في مصر. ما حبكش ان انت تعمل ايه؟ ايفاكيويشن. واهم نقطه هنا للريلاكسيشن هو البريجننت يوتس. دي اهم حاجه. هو ريلاكسيشن في البريدنت كيوز.
ما ينفعش ابدا سمباثومايميتك او سمباثوميتك من غير. تعالوا نبص كده يعني عشان ناخد بالنا غالبا البيتا يكون اجوز تعمل في ايه؟ هستعمل لها كبوم وديليتور، هستعمل لها كباص وديليتور للبلاد فيسلز اللي في الاطراف، هستعملها لو عايز اعمل ايه في البوتاسيوم في الدم؟ عايز اقلل، هستعملها لو عندي واحده بريجنت وعايز اجل الولاده، اهو ادي البيتا 2 اجوز، خد لي اسامي. البيتا 1 تستعمل في ايه؟ هارت. يبقى اي مشكله في الهارت، اي مشكله في النيجاتيف. يعني انت عايز تزود الكارديو بروبرتي فهتلاقي بقى الريسك او اي في بلوك او هارت فيلير ده البيتا 1. الفا 2 هتعمل ايه؟ بديل عشان اعمل ايه في السمباثيك؟ بقلل السمباثيك. الفا 1 ها؟ هعمل بيها فيمو كونستريكشن، هحمي من ايه؟ هزود فيها الضغط، اعلي الهايبرتنشن، هعمل فيها دي كونجشن، هعمل بيها مترياس بوسع علشان افحص، هقلل الانترا اوبرال بريشر، وهنا ممكن اللي هي فكره ان انا بستعملها ككونتراكشن، هستعملها بس لما تيجي في الاندايركت، لكن لو قلتها مش غلط، الفكره نفسها صح. واضحه كده يا ستو؟ ها؟ كده واضحه في دماغنا؟ نخش على الفرص. الفلكس برايد بتاع الزمن
وهنا حرف الكلام اللي قلته قبل كده في جروب بي. احنا عارفين ان انا الريفلكس بتاعت الكارديا بتحصل ايه؟ انا لما بزود الضغط الفيجاس بيشتغل صح؟ الفيجاس بيبعت امبلس للهارت يطلع اسيتايلكولين يشتغل على الاسكارينيك يعمل لي برادي. يبقى البرادي كارديا دي اقدر اقفلها بمين؟ اقفل المسكارينيك. لو اديت مسكارينيك قفلت البرادي كارديا اللي بتحصل. هنا لازم اضيع دقيقتين ثلاثه في النقطه دي لانها مهمه جدا. اما باجي بستعمل نور ادرينالين انا مش بدي معاها مش بدي معاها امال بدي لوحده. هديه لوحده في حالات ايه؟ اي حاله شوك. اكتب لي اي شوك في الدنيا هبلغ منه ما عدا انا فلات. اوعى تقول لي انا شوك. هتلاقي مكتوب عندكم ايه بقى؟ شوك سيبتك شوك كارديوجينيك شوك نتيجة بلوري امبوليزم شوك نتيجة ريموفال اوفيو كروموس. اكتب اللي انت عايزه. هو ليه الشوك؟ لانه اقوى فازو كونستريكتور لحد النهارده. الشوك اللي بنفشل فيها مفيش حاجه بتصلح الضغط نور امبوليزم بيقرا. يبقى انت مش بتدي ها ده بلوك متاكبين. اوعى حد يقول لي ايه؟ تدي نور ادرينالين مع؟ لا انا بدي نور ادرينالين في اي حاله شوك. امال ايه الاكتوبين ده يا عم؟ لو حصل منك من النور ادرينالين ده برادي كارديا يبقى ظبطه منين؟ من الاكتوبين. فهمنا؟ يعني مفيش حاجه اسمها نور ادرينالين مع الاكتوبين. مش الكلام نور ادرينالين لوحده. انت تفكر في الاكتوبين ها؟ لو حصل من النور ابنفرين بريد واضحه؟ يبقى انت ما بتديش معاه تاني واحد اللي هو الابنفرين. نفس الكلام الاكشن بتاع الابنفرين بيشتغل على اربعه ريسبتور. هفترض ان انا جبت سؤال وبقول اكشن اوف ادرينالين وده مش حقيقي. ها؟ قول لي الاكشن اللي انت حافظه بس اكتب لي جنبه ايه؟ يعني مثلا لو جيت حضرتك قلت لي يزود الانسولين هقول لك صح بس تكتب لي جنبه ايه؟ ميتا 2. تقول لي انهي الانسولين تكتب لي جنبه ايه؟ كلام صح ما عنديش اي مشكله. في الاخر بعد ما اخلص احنا سؤالها كده هسيبها تفاصيل شويه اللي هو بقى مين البريدوميننت والكلام ده مش دلوقتي عشان بس نلم الدنيا مع بعض. في الادرينالين يبقى الاكشن بتاع الادرينالين حضرتك ما تضيعش وقتك فيه. ليه؟ هو الريسبتور انت بتعيد تاني الريسبتور. هقعد احفظ صفحتين الريسبتور ما انا حفظتهم مره وخلاص. يهمني في الادرينالين ايه بقى؟ استعملات. وهو احنا مريحينكم وبنقول بيستعمل في سته بحرف الايه؟ اللي هم مين؟ انا هنا بطلب منك حاجه مهمه. ده حتى الورقه دي حتى نازله كده. مع كل يوز تقول لي الريسبتور اللي انت عايزه. يعني لما اقول انا في لاكتيك شوك انا عايز انهي ريسبتور؟ عايز بيتا 2 وعايز الفا 1 وممكن بيتا 1. يبقى انا في الكتريك شوك هتديه ازاي في الكتريك شوك؟ مبدئيا الادرينالين ما بيتاخدش اي في هو الروتين بتاعه سب كتيريز. لكن في شوك هيبقى الابزوربشن شكله ايه؟ بما ان في شوك مفيش بلس سبلاي في السن فهنا مسموح لك تديه ازاي؟ اي ان. مفيش حاجه اسمها الليفرنت اي في. اي في دي في حاله واحده. العين مات. خلاص انت بتلعب في اخر كارت في ايدك. يبقى هنا ممكن تديه اي ان.
topic. وهنا عايز ثانية ريسيرف. عايز البيتا 2 ريسيرف. الحاجات الصغيرة هتحكيها بعدين. ممكن استعمله في الكاردياك الريست. الكلام ده مكتوب عندكم هتجيب لي عبالنا مكتوب. تمام ما تقولوش هات الريست يعني ايه؟ قلب واقف. هنا بتديه ازاي؟ ممكن تجيب انت كاردياك او طبعا انت كاردياك دي محتاجه سرنجه مصروف. مش اي سرنجه كده. فممكن ساعات بنديه ازاي؟ انت لو في ناس مش سهل لان مفيش فلو فساعات بنكسر الامبول ونحطه في بق العين. ما هو ده الامل الوحيد. يعني عندك حاجه تاني؟ خد نديه فيلم مع اللوكال انستاتيك. ليه تديه مع اللوكال انستاتيك؟ عشان يعمل فازو كونستريكشن وبرولونج الديوريشن. ممكن اديه في تو انريست بليدنج زي حالات ايه؟ حالات اللي هو الهيب ستاكسس ممكن باد دي ال البنفرين في حالات الهيب ستاكسس. كل دي استعمالات البنفرين كلها بس وانت بتذاكر خد بالك ها ايه عايز تقول اليوز بتاعه هتلاقي مكتوب لكم بين قوسين الريسبتور فتاخد بالك وانت بتذاكر هو انهي الريسبتور اللي عايزه يشتغل هنا. فدي نقطة مهمة في استعمالات الابيلاتي. واضح؟ مكتوبين. أنا يعني إيه بختصر عشان ما نضيعش وقت كتير. تاني حاجة بعد كده هيجي لي هنا بقى اللي هما الألفا 1 أجنس. ألفا 1 أجنس حد يقول لي استعمالاتها إيه؟ موشن مايكروتيشن ميزر في كونجيشن، اي في كونجيشن، مثلياتك في الجلوكوما، انا قلت حاجه جديده؟ اللي هو الفينايل افرج، ومن فضلكم ده اهم اسم اهم اسم لان في عندي بعد كده ان هم الميثوكسامين يعني النسوم سليم ده بيتاخد اي في في الامرجنسي وفي اللي هو الميدودرين. ميدودرين ده برو دراج وبيتاخد في البوستر هايبوتنشن. يبقى عندي ثلاثه بس في اسم ما ينفعش نحطه فينايل. اوكي فالفينايل افريد بيستعمل في ايه بقى؟ قولوا ها؟ كل اللي انا بقوله ده ممكن استعمله في حالات الهايبوتنشن، في الليزر، في الكونجيشن، كمترياتك، كجلوكوما، كل دي استعمالاته فاضل استعمال مهم جدا. ده صحصحته شويه. اللي هو هايبوتنشن ويز باروكسيزم. خدوا بالكم. سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. هنا في حاجتين مهمين. انا مش بديه في تاكيكارديا. انا بديه فين؟ هاي بوتنشن. تاني حاجه مش بديه في اي تاكيكارديا. ليه سوبرا؟ لان انا معتمد على ايه؟ الهاي بوتنشن هيعلي الضغط فيشغلني الريفلكس بتاع مين؟ فيز. طب انا اقدر ادي ده تعيان عنده فينتريكولار تاكيكارديا ليه؟ مفيش فيجا في الدنيا ودي حاجه بتلخبطها. يبقى هو مش بتاع ايه؟ مش بتاع تاكيكارديا. هو مستعمل في ايه؟ هايبوتنشن. لو معاها ايه بقى؟ ها؟ سوبرا فينتريكولار. ما لقيتش كلمه سوبرا ما واضح؟ فدي استعمالات الفينايل افريج. هنيجي على البيتا، هرجع للالفا 2 بعد شويه. هاجي على البيتا في عندي الايزوبرينالين. الايزوبرينالين ده كده ها من شكله بيشتغل فين؟ بيشتغل بيتا 1 بيشتغل بيتا 2 وده برضه كان يكون مين بيتاخد سب لينجوال
الحقيقة لو قلت لي بيستعمل في الريسك، لو قلت لي بيستعمل في أزمة مش هقدر أقول لك حاجة، لكن نتيجة مشاكله كتير بيستعمله فقط دلوقتي في بعض حالات الـ A B block. بس A B block. في عندي بعد كده اللي هو الدبليو تمرين. الدبليو تمرين ده كده هيبقى ايه؟ من الرسمة بيتا 1 اجونس استعمل في ايه؟ اهم استعمال ليه هو في الهارت فيلير او في الكارديوجينيك شوك. واخدين بالكم؟ هارت فيلير او كارديوجينيك شوك. قلت السيت قلت اي شوك؟ قلت ايه؟ ليه بقى كارديوجينيك؟ هو بيشتغل على بيتا فهو بيستعمل في الكارديوجينيك شوك. يبقى ممكن اديه هارت فيلير او كارديوجينيك شوك. وانتوا بتذاكروا بقى هتلاقوا كلمه يا اما يستعمل في اكيوت او كرونيك ريفراكتري. نفهمها يعني ايه؟ الدواء ده ما بيتاخدش الا في الرعايه بالانترافينس انفيوجن. ده دواء رعايه، ده مش دواء كده اوفر ويتاخد كده روتين. لا، بما انه دواء واي في انفيوجن وبيتاخد في الرعايه غالبا هيستعمل لفتره ايه؟ مش حتى هيقضي عمره كله في الرعايه، مش حتى هيقعد العمر كله بياخد دبليو تمرين. عشان كده بتيجي من اكيوت على اكيوت هارت فيلير او كرونيك ريفراكتري. يعني ايه كرونيك ريفراكتري؟ ريفراكتري يعني ريزيستنت. فعيان ماشي على علاج الهارت فيلير العادي ومش بيخف، فبديله جرعه منشطه من الدبليو تمرين. فعشان كده بنستعمله في اللي هو كرونيك ريفراكتوري هارت فيلير. هنا عندي بيتا 2 اجونست استعمالاتها ايه؟ ها؟ بيتا 2 اجونست ممكن ازمه، ها؟ ممكن بريماتشور ليبر او اللي هو ستريتنج ابورشن. هتفتكروا البيتا 2 فين؟ ها؟ ممكن اتيهالكو يبقى مرض اسمه ايه؟ هايبر كاليميا. هي دي استعمالات البيتا 2 اجونست. لو حد قال لي بريفرنس كيميا هي مش مكتوبه بس ما اقدرش اقول له لا، لانها صح. يبقى خدوا بالكم انا جبت كل كلام منين؟ من الريسبتور. اوكي؟ ما قلتش حاجه جديده، فهي دي الريسبتور اللي هي نشوفها. هيبقى عندي في البيتا 2 اجونست في دورين مبدئيا لحد ما ناخدهم بالتفصيل في الاسبيريشن. انا في عندي سالم بيتامول وفي عندي سالم ميثيول. الفرق بينهم ايه؟ سالم بيتامول ده شغل ورقه، السالم ميثيول لونج وديلي. هقول يعني ايه الكلام؟ شورت دي بنقولها ارتيوريشن، شورت ولونج. رابد وديليت بقولها على كونسيبت. يبقى انا عندي سكالب تامون، ها؟ رابد ايه؟ رابد كونسيبت، شورت ديوريشن. وعندي سكالب تامون، ها؟ ديلي كونسيبت لكن لونج ديوريشن. دول بتوع الازمه. مريض الازمه لو شفتوه بالظبط اللي جاي عامل كده نورمال اتاك كف نورمال اتاك كف نورمال. ده مريض الازمه. يبقى انت ساعة ما تشوفه في الاتاك انت هنا اللي يهمك الاونست ولا الديوريشن؟ هتديله مين؟ حد السبب ده. لكن لما تيجي العيان قبل ما ينام بالليل انت عايز تحميه من الازمه، يهمك الانست ولا الديوريشن؟ ديوريشن. فهتدي ده بروفيل.
يبقى دول بيستعملوا في الازمه بريماتيور ليبر، ممكن اديه في الهايبركاليميا، ممكن اديه كمان في الريفرسكيميا، مش غلط صح؟ احمدها صح. فاضل هنا مين بقى؟ فاضل ثلاث ادويه اشتغلوا على الدوبامين. فتخلص الجزء ده. D1 beta 1 alpha 1
يستوب التنين برضه بتيجي في الكارديوجينيك شوك او بتيجي في الهارت فيلر. نفس الكلام بتاع الدوب التنين، حد فاكره؟ ها؟ في الهارت فيلر كان ايه؟ اكيوت او كرونيك ريفلكتيف، هو نفس الكلام. يعني الدوب التنين هارت فيلر او كارديوجينيك شوك. في الدوبامين عملت ايه؟ عكست بس اللي هو نفس الانديكيشن. في الكارديوجينيك شوك الدوبامين احسن من الدوبامين. ليه بقى؟ انا لسه تاني. انت في الدوبامين ده ايه دواء؟ فاول استعملت التنين وفي هارت فيلر. منطقي؟ منطقي هارت فيلر. لو جه عيان عنده كارديوجينيك شوك افضل مين؟ هقول دلوقتي افضل ده مش عندي دوبامين. حد مين؟ دوبيو تانيين. يبقى هما الاثنين فيهم نفس الانديكيشن، بس لو جاي لي هارت فيلير بس تفضلي مين؟ دوبيو تانيين. لو جالي كارديوجينيك شوك تفضلي مين؟ دوبامين. طب مش عندي، ممكن تلاقي الدواء تاني. ميزة الدوبامين بقى في الكارديوجينيك شوك ايه؟ الشوك ايكوال رينال فيلير. شوك ايكوال رينال فيلير. هو الدوبامين مستو ايه؟ ها بيعمل ايه؟ بيزود لي الضغط، بس بيعمل ايه في رينال بافلو؟ بيحسن رينال بافلو. طب ما تدي نور ادرينالين احسن. ادي نور شوك، ما تدي نور ادرينالين. نور ادرينالين هيعلي الضغط صح؟ لكن هيعمل ايه في الرينال بافلو؟ لكن ساعات بتيجي عيان عنده كارديوجينيك شوك ومش نافع معاه اي حاجه، هختار ارجع لمين؟ فيعني ده اوبشن في اختيارك لاي. طبعا الدوبامين كادرس افكت هيبقى فوبيك طبعا، هيعمل ارزنا. ارزنا ليه؟ ها؟ خش بقى على البيت عنده، ممكن يعمل هايبر تنشن صح؟ انت وانت بتديك تاخد بالك لو خرج منك تحت ايد العيان تحت الجلد تركيز عالي يبقى انت لو هتعمل لك ايه؟ سيفير فازو كونستريكشن ويخش العيان فيه نكروزس. فدي من الحاجات اللي هي بتشوفها مع الدكتور. فاضل في التيبل ده اللي هم مين؟ الفا 2 اجونست. هو المفروض ما تحطوش ده صح؟ لانهم ايه؟ الفا 2 اجونست هيبقوا مش سمباسو ماجنتيك، هيبقوا ايه؟ سمباسو ماجنتيك، لكن تجاوزا هنقولهم عشان يبقوا مع الفتره. لحد كده الدنيا ماشيه. شوك نتيجه خط فين؟ ينفع اقول عليه الفا 2 اجونست ولا يبقى مرض؟
هو بيتحول جوه الجسم الالفا مثلا جوه الابنفرين ثيوريتيكال. هو مين الالفا جوه الجسم؟ هو ده يعني بالنسبه لنا. بلاش فلسفه. الفا مثلا جوه احنا بنسميه ايه؟ الفا جروب اجنس. هو جوه الجسم بيتحول لده، فيعني الاثنين يمشوا صح. بلاش ان احنا نعقد نفسنا في الكلام ده. الجلوتين الفا جروب اجنس ومش مهم الاسم النيوكليس، ها؟ النيوكليس كده روستر وفنتر ولاتر مش عارف ايه الاسم الغريب قوي ده. ما حدش له دعوه. الجلوتين بيشتغل ازاي؟ ها؟ كلمه واحده. الفا جروب اجنس بس. ده كده حلو قوي يا عم. الالفا مش عارف الدور ده. بما انك انت هتقلل السنتساكت، ايه السايد افكت المتوقعه؟ قللت السنتساكت، ها؟ ديبريشن وبتاع، ديبريشن جاي من حته ثانيه. هيحصل برادي كارديا، صح؟ هيحصل سيديشن، مفيش سنتساكت عند العيان. في سيديشن، ها؟ دراي ماوس. فاكرين؟ ليه دراي ماوس؟ لان السنتساكت والبارا في السليمه الاثنين دي مع بعض. هيحصل دراي ماوس، هيحصل سيديشن في دراي ماوس، هيحصل سيديشن، هيحصل برادي، هيحصل سيكشوال ديسفانكشن. الاثنين بيعملوا كده. بس ناخد بالنا من حاجه. حاجة دي مهمة أوي أوي أوي. الألفا مثال جوبا ممكن يعمل بيانات. لكن الكلوريدين لا. في نقطة، ده فرق مهم. هقوله تاني. الاثنين مشتركين. دراي ماوس، سيديشن، براديكارديا، سيكشوال ديسفانكشن. كل ده أنت وقفت الالفا مسايد جروب ممكن يعمل دايريا، لكن كلوريزين مفيش دايريا مع الدوبامين. اوكي؟ ده العيوب بقى بتاعت الالفا مسايد جروب. لما تقلل الدوبامين ده في حاجتين يحصلوا مع الدوبامين سنتر. لما الدوبامين يقل باركنسون ده هايبر برولاكتينيميا، ولما تقلل السيروتونين يحصل ايه؟ ديبريشن. يبقى ده كده مع الالفا مسايد جروب. حط معاه كمان 2 اتش هيموليتيك وهيباتايتس. هيموليتيك وهيباتايتس. اوكي؟ يعني البلاوي دي كلها لسه موجوده في السوق خالص. لان لحد النهارده هو ايه؟ دراج اوف تشويس تبريكس. دراج اوف تشويس في الهايبر تنشن ويز بريكنس. دراج اوف تشويس في الهايبر تنشن ويز بريكنس. الفا مسايد جروب. بيستعملوه في حاجات ثانيه دلوقتي في مينا والكلام ده، لكن ستيل لحد النهارده اللي بيوقفوا على الاثنين رغم كل ده هو ايه؟ ان هو دراج اوف تشويس في الهايبر تنشن ويز بريكنس. امال الكلمتين بقى عيوب الكلوريدين نمره واحد. برضه السنتسات كيميل بس مفيش معاه ايه؟ اوعى تنزل. ها؟ مفيش معاه بيانات ولا حد ينزل. اوعى حد ينزل، مفيش معاه بيانات. وفي نفس الوقت كمان الكلوريدين من الادويه اللي كانت فيها 5 اي ادفرس افكت. فاكرين 5 اي؟ اند اوف دوز. ها؟ لو واحد ماشي عليه فتره وقفوا فجأة يجيب سيفير ريباوند من هايبر. وده كنا بنعلم ان انا بدي الفا وبيتا بنستعمله في الكوميديين. اي حاله سمباثيك اكتيفيتي عاليه مع الادويه. هو كان بيستعمل في هايبر تنشن. تفتكروا ما بقاش حلو ليه في الهايبر؟ لا مش بيعمل يوم ولا تولرنس.
البروتين من الادويه اللي استعملناها بيزود الاندورفين. عارفين الاندورفين؟ ده ما تزودش عسل. طبعا عشان انتوا هتحبوا عصير اصلا. فين؟ الاندورفين لما احنا بنسمع كلمه الاندورفين بيفرق. يعني بيتبسط الاندورفين يا جماعه يعني. فكان بيزود اوكي. الناس اللي بتاخد كرياتين ها تيجي توقفوا كرياتين من الضغط ليه؟ بيعمل دماغك وكده مش هتتكلم ممكن تحلل الاول الضغط ولا ما بتعرفوش. فعشان كده بقى استعمال الهايبرتنشن ده رابع شهر سامي بس الايرجنسي مش عارف ايه. لكن في هايبرتنشن بالنسبه لنا هايبرتنشن ممكن يستعمل. لو جبت لك شايف في امتحان هايبرتنشن قلتها صح صح ما اقدرش اقول لك غلط. بقى استعماله بقى في ايه دلوقتي؟ اي اوفرز اي سمباثيك اوفر اكتيفيتي. نمره واحد العيان اللي جاي لك ده بيتعالج بالهيروين ديبندنس. فاكرين الهيروين ده ايه؟ سي ان اس ايه؟ ده ديبريسنت. وانت بتسحب الهيروين من العيان خد بالكم من السحب يبقى عكس الايه؟ عكس الدواء. الهيروين سي ان اس ديبريسنت وانت بتسحبه عارف عنده ايه؟ سيمباثيتك ايه؟ عاليه قوي. قد الكلوريفين. فبنستعمل هتسمعوه واحنا بناخد سي ان اس بيستعمل في المورفين والسكروبر يقلل اعراض السحب بتاعت المورفين. الستات اللي هي عندها بوست ميوكوزا سندروم بيبقى سمباثيك اوفر اكتيفيتي عالية. طلعنا منه فورما تستعمل للبوست ميوكوزا سندروم عندها انكزايتي وعندها فلاش وبالتالي ده بيقلل السمباثيك. كمان بنستعمله بروفلاكسيس الميجرين. هشرح الميجرين بقى ليه شويه. كمان بنستعمله في نوع من انواع الدياريه. خد بالكم مش اي دياريه. دايابيتك نيوروباسي. الدايابيتك هو المفروض دايابيتس يبقى عنده اسهال ولا امساك؟ ليه امساك؟ عشان عنده بوليوريا فالمفروض عنده امساك. لما بيجيله اسهال بيبقى ايه؟ بيبقى التهاب في الاعصاب جوه في الجسم. الاعصاب دي تبقى ايه؟ شغاله على طول فالعيان بيجي الدايريا. احنا مش عارفين سببها. لكن من ضمن السيناريو بتاعتها ان بيبقى العيان ده عنده زياده في السايكليك ايه؟ دي سيناريو انا مش بقول فاكت. اما تدي انسر تو بس تعمل ايه في هو انسر تو كان هيبريتي ولا سيميلاتي في اللي هو جي اي ولا جي اس؟ جي اي بيعمل ايه في السايكليك ايه؟ بيقلل. انا بقول سيناريو طب نجرب على امل ان نجيب نتيجه الله اعلم. لكن علاج الدلاليه بتاعت الدايبيتس من اسوء الحاجات اللي ممكن تعالجها وكلها سيف. بنستعمله في الجلوكوما مش لازم اسم الدواء. قبل ما نجيب مش لازم. الكلوريدين في الجلوكوما وخلاص مش لازم اسم تاني. يبقى هنا هنعرف بس الفا مسايد جلوكا والكلوريدين وعرفنا عيوبهم وعرفنا استعمالها بتاع كل واحد. في كده اي سؤال؟ هو المفروض ناخد بريك عشان الساعه 4:30 هحاول هخش على الحاجه المهمه. بفضلكم بيتا بلوكر مهمة هبدأ بيها عشان لو خلصتها
فبنقول ايه؟ برونكوسبازم في سسبتمال بيشن. يعني عيان بيتلكك على البرونكوسبازم. عيان عنده ازمه، عنده سموكر، فده ممكن يحصل له ها كملوا. يحصل ايه في الدم اللي وصل الاطراف؟ عيان ها؟ يحصل ايه ممكن في البوتاسيوم؟ لو العيان احتاج يزود جلوكوز في الدم الجلوكوز مش هيزيد لان البيتا 2 مقفول. ممكن يعمل ايه في الانسولين ريليز؟ ممكن يقلله. ممكن يعمل ايه في البوتاسيوم؟ ما يخليش البوتاسيوم يدخل. ها؟ لحد كده البيتا 2 كانت بتعمل ايه في نهايه الرياضه؟ البيتا بلوكر بتعمل ايه؟ ادي الاكشن بتاع مين؟ بتاع بيتا بلوكر. طيب نخش شويه في التفاصيل. هو ايه استعمالات البيتا بلوكر؟ بصوا بقى. اما اجي اقول لك استعمالات بيتا بلوكر يعني في عندي نقص
في الأكسجين وفي زيادة في الوقت ده لاتيفلي في زيادة في الوقت. أنواع الاسكيميك هارت ديزيز إيه؟ واحد أنجينا أون إفورت، اثنين في حاجة اسمها أنستيبل أنجينا. هذه ستيبل أنجينا فيها ناخدها في السي بي إس اللي هي إيه؟ ولا أنجينا ولا الفرشة، بين البنين حتة ثرومبا صغيرة كده اسمها أنستيبل. أو عيان عنده أكيوت مايوكارديال إنفاركشن، وفي نوع فيري رير اسمه فازو سباستيك أنجينا. دي كده اسكيميك هارت ديزيز. أول ثلاثة دول شبه بعض ودي لوحدها. اتفقنا يعني ايه اسكيميا؟ ها؟ انا عندي هنا امبالانس بين ايه؟ اوكسجين سبلاي وورد. حصل ايه؟ انجينا او انفاركشن او انستيبل انجينا، حصل ايه في الورد اوف هارت؟ الورد اوف هارت زاد. اوكي؟ فانت قدامك حل من اثنين. عايز تصلح المساله تعمل ايه؟ لإما ترجع الورد اوف هارت لإما تزود البلاس سبلاي. غالبا البلاس سبلاي بيبقى فيه اسيرو سكليروز. فانت ما قدامكش غير انك انت تعمل ايه في الورد اوف هارت؟ الفازو سباستيك فجأة بدون سبب انذار وما اعرفش ايه اللي حصل. العيال بتاعي دخل في الكورونري سباز والكورونري بتاعه سليم ما فيهوش اثيروسكلروز. حصل سباز في الكورونري. ها؟ ده العيال قاعد او نايم مش عامل اي مجهود وجاي مسكين. هنا ينفع انك انت تقلل الورك اوف هارت؟ ما ينفعش. ليه؟ ده العيال نايم وفجأة جاب سباز في الكورونري سليم. هنا علاجه يبقى ايه؟ افتح الكورونري، ده الكورونري يتفتح عادي خالص، مفيش فيه أي مشكلة. تدي فازو دايليت. هي البيتا بلوكر فازو دايليت. هنا بقى لو ابتديت البيتا بلوكر خطر. وحاول بعد شوية حتة الأمر كروز، معرفش هنا سحب في نقاش معاها يعني هقولها بعد شوية. يبقى هنا البيتا بلوكر اي حالة ممكن يستعمل فيها لكن نيفر تديها في مين؟ الفازوس باسكت انجر. نيفر. ان الحالة ممكن تسوء اكتر. طيب هتقلل بقى اعراض الانجينا دي ازاي؟ نمرة واحد هتعمل ايه في الورك اوف هارت؟ هتقلل امتى؟ كونتراكتيفيتي هتقلل الاكسجين كونسمشن. ممكن تقلل الهايبوليسيس فكرتها ايه؟ انك انت لما بتستهلك فاتي اسيد في الهارت اكسجين دراج ماشي. في حاجه بقى ممكن تكون مش فاهمينها حته اللي هي انها بتحسن الكورونري فلو. دلوقتي احنا عندنا تعالوا نتخيل كده بصوري هتخيل ده ادي عضلة قلبك. هو الكورونري داخل ازاي؟ الكورونري جاي من بره داخل جوه. يعني ادي البريكورديوم ها وادي الانبو والكورونري داخل كده يعمل سبلاي للمصر. سامعني معلش الحته دي بس اهو. انتوا كنتوا بتدرسوا في الفسيولوجي ايه؟ كل الارتري بتملى ديورينج بصوا انتوا نجحتوا في حاجه. انتوا بتلخبطوني انا. ده انجاز.
اعطي الدنيا في السيستون. هذا كله ليه بقى؟ بص اهو اهو ساعد السيستون. حصل ايه في الكورونا؟ انا قافل على الكورونا صح؟ ساعد الباستون بيفتح كتاب اثنين. طب بصوا معايا ده هارت ريت ها كده الدم يلحق يمشي. طب بصوا ها مشي ولا لا؟ معنى كده انك انت بتخلي بتدي فرصه للدم انه يمشي من بره لفين؟ لجوه. هو ده اللي مكتوب عندنا ده انا بحسن السب اندوكارديال فلو. هنا بقى في حاجه تحط عليها 5000 هايلايزر بتعمله بقى. يعني هنا الجزء المهم جدا من البيتا بلوك في شغلها في الانجينا مش بس تقلل الورك فار تقلل لي الهارت ريت. وبالتالي اي بيتا بلوكر ما بتقللش الهارت ريت. ينفع اديها في انجينا؟ لا. تاني بيتا بلوكر اساسا بتقلل الورك فار ولازم تقلل الهارت ريت. انا بدي بيتا بلوكر في العيان عشان اخلي الهارت ريت بتاعه 60 55 بفضل ازود في الدوز لحد ما اوصل للهارت ريت. وبالتالي اي بيتا بلوكر ما بتقلليش الهارت ريت ها ما تنفعش. طيب يبقى دول الثلاث استعمالات في بل دي استعمالات تانية ممكن اديها ودي يعني فيري كومن قوي. اديها بقى ايه؟ فاكرين كانت بتعمل ايه في الهيباتيك بلس ها؟ كانت بتقلل ممكن استعمله في الناس اللي عندها السفرجية الفريسي عشان اقلل البريدنج. كانت بتعمل ايه تاني في السايت وبسيكوزس فاكرين؟ تقلل الجاردن مانيفستيشن وفي حاجه اسمها تي 4 الى تي 3. التي 4 والتي 3 بيتا بلوكر بتوقف الكونفرجن ده فممكن يستعمل. طب في الفير برومبوسايتوما ممكن تستعمل؟ بس احنا اتفقنا في الفير برومبوسايتوما لازم تدي ايه؟ الفا وبيتا بلوكر. وسيبكم من حته مين قبل مين، بقى عندي دواء بيحل المشكله دي. ممكن اديها بروفيلاكسيس انتجريت، انا بقول انتجريت عن ايه؟ اتفقنا مع بعض هقوله. ممكن اديها في السوشيال انزايتي. ليه؟ سوشيال يعني ايه سوشيال انزايتي؟ واحد فيه طالع يقول برزنتيشن قدام الدكتور. طبعا هيبقى عنده توتر، التوتر ده هي عباره عن ايه؟ تاكي كارديا وتريمور ها؟ ده لو فيها. طب ما ياخد مهندس. المهندس يعمل له ايه؟ يأثر على الفور على الكوجنيتيف فانكشن بتاعته. فبياخد قرص ادراج، الادراج ده بيهدي العيان. يبقى استعمالات البيتا بلوكر كارديو فاسكر ها؟ اول ثلاثه كارديو فاسكر يوزز ايه؟ هايبرتنشن انتي اسكيميك. كل اسكيميك يعني ايه؟ ها؟ انجينا ونفط انستيبل كارديو فاسكر لازم ما تجيش في الفاسكر او ممكن انتي انيزم. حط بقى الهيبنوسيس بقى ممكن اديك بروفيلاكسيس في الاسوفاجيه الفاريسي بروفيلاكسيس في الميجرين سايكوبسيكوزيس في الفيل برونكوزايكوما في السوشيال انكزايتي. فاضل حاجتين اشرحهم شويه عشان نفهم حاجه اسمها هايبرتون اوبستراكتيف كارديو مايوباسي ده عيان عنده ايه؟ ده عنده تضخم في عضلة القلب. عضلة القلب اتضخمت بحيث ان الاوت فلود او التراك ده اتقفل اهو. فكده الدم مش عارف يطلع. هو هنا حد يجي يفكر فيه. ها افتكروا بتعمل ايه في الهارت ليه؟
الدايستوريك تايم وهو الدايستوريك اللي بيحصل فيه ايه؟ فيلينج. فيحصل ايه؟ القلب يملى دم مع ان هي بيتا بلوكر ممكن يعمل لي شويه ريلاكسيشن هنا. طبعا تضخم عضله القلب ده مش علاجه. هو علاجه ايه؟ ترانسبلانت. لكن بندي هنا بيتا بلوكر وده كرونيك. هقول تاني كرونيك بيستعمل لفتره طويله. بفضل ندي بيتا بلوكر هدفي يعمل ايه في الهارت ريت؟ يقلل الهارت ريت يعني يحسن ايه؟ الفيلينج بتاعه بس. وفي انديكيشن تاني اسمه اكيوت ديستكتنج اورتيك انيوريزم. بس ما حدش باثولوجي مش كده؟ ادي الاورطه اهو. مبدئيا عارفين يعني ايه انيوريزم؟ يعني ايه انيوريزم؟ حصل دايركشن اهو المول بتاع الاورطه وسع. امال الستنج يعني ايه؟ كمان ان حصل قطع في المول ده فالدم دخل جوه المول. بقى الدم جوه المول بتاع الاورطه. العين هيجي طبعا بسيفير شيست بين. وطبعا يعني عملية حاجة صعبة جدا. إذا الحناء اللي هو حالة تبقى يعني عنيفة يعني أنت خايف منه. ها؟ يحصل رابشر للأنوريزم ولو حصل رابشر هنا العيان ده علاجه إيه؟ عملية. ده مش ميديكال تريتمنت خالص. لكن عبال ما تخليه يخش اوضه العمليات هتضرب. انت عايز تعمل ايه في التارجت او السبيد بتاع العيان ده؟ تقلله على قد ما فبدي بيتا بلوكر. عايز اقلل التارجت او السبيد واقلل الضغط قوي لحد ما ادخله اوضه العمليات. هنا عايزين البلاد بريشر مثلا يوصل 60 لان كل ما الضغط عالي ها الريسك بتاع ايه؟ وبالتالي هي يبقى في مكتوب عندنا كلمتين خدان على قدامنا شويه مين ومين؟ هايبرتوف كونستراكتيف كارديومايوباسي واكيوت ديستكتنج اورتيك انيوريزم. صح؟ ايه الفرق بينهم بقى؟ هايبرتوف كونستراكتيف دي ايه؟ كرونيك. ليك هدف واحد ايه هو؟ تعمل ايه في الهارت ريت؟ تقلله. لكن في الديستكتنج اورتيك انيوريزم ده كرونيك ده ايمرجنسي لحد لما يخش اوضه العمليه. طب تينيوس احنا عندنا يعني تيبل هكتب لكم كده نفس التيبل بتاع ده الريسبتور وفي هيبقى في عندي اسامي بيتا بلوكر. قبل بس ما الناس عشان الناس اللي عايزه تمشي بقى هنقطعهم هعلق على حاجتين صغيرين هم دول فيهم لخبطه جامده قوي. اول حاجه مكتوب عندنا في الادفرس افكت ايه؟ ممكن يحصل برولوند هايبوجلايسيميا وممكن يحصل جلوكوز انتولرنس. دي بتلخبطنا على نفهمها. هو يعني ايه جلوكوز انتولرنس؟ بالبلدي يعني ايه؟ بالبلدي دايابيتس. صح؟ يعني ايه جلوكوز انتولرنس؟ يعني العيان داخل في ايه؟ داخل في دايابيتس. الله هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل برولونج هايبوجلايسيميا ولا داخل العيان في دايابيتس؟ يعني عنده بص يا لو انا جيت في عيان هحط له صف 5 دقايق اللي عايز يمشي معاك بس الخمس دقايق دول معلش عشان دول بيلخبطوا باقي الاخر. دلوقتي انت عارف بص معايا كده لو انت عيان عنده سكر وبتديله انسولين اشهر ادفرس افكت الانسولين
الاثنين. حصل هايبو جلايسيميا. الجسم بيصلح الهايبو جلايسيميا ازاي؟ هيبتدي النفرين يطلع. النفرين هيشتغل على الهارت بيتا 1 يعمل لي تاكي كارديا. تاكي كارديا مش بتصلح هايبوكلاسيميا. بتقول للعيان ايه؟ خد بالك انت داخل فيه هايبوكلاسيميا، الحق خد حاجه مسكره. والنفرين بيشتغل على الليفر بيتا 2 عشان يعمل نفل بلاد جلوكوز. طب مريض عنده ايه؟ مريض عنده سكر. فانت لو اديت هنا بيتا بلوكر ولا العيان هيحس، انت قفلت مين؟ بيتا وان، فمش هيحس ومش هيصلح الهايبوكلاس. صح؟ لو انت مصر انك تنزل بيتا بلوكر للعيان نص العمى ندي سيلكتيف بيتا 1، يبقى ده مريض ها سكر، هيبقى في ريسك مريض السكر انه يخش مني في برولونجد هايبوكلاسيميا. لكن لو جبت الانسان كومبليت مع السكر واديت له بيتا بروكر، ايه علاقة البيتا بلوكر بالانسولين ريليز؟ هتقلل الانسولين. وده دلوقتي مشكلة في البيتا بلوكر، انك انت لما تقلل الانسولين ها على اللونج ران اللي عندي يخش في ايه؟ اللي هو مكتوب عندنا ايه؟ جلوكوز ايه؟ طبعا ما بنقدرش نقول تقديس الصريح، فكلمة جلوكوز اندورز اعلى من جلوكوز تجمد ايه؟ فهمنا؟ يبقى البرولونج هايبوكلاسيميا في مريض عنده ايه؟ بتدي بيتا بلوكر في مريض عنده سكر. امال الجلوكوز انتايرز في مريض ايه؟ ما عندوش سكر على اللونج ران ممكن يعمل له هايبوكلاسيميا وسكر. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه اللي هقولها برضه عشان ما تلخبطش. حته الامر كوز ده عارف فور اكشن. الحقيقه دي مشكله كل سنه. اول ما بنسمعها كل دايما بيجي في دماغنا على طول ان البيتا بلوكر بيعمل فازو كونستريكشن. هو الموضوع مش بالبساطه. ويطلع الابنفرين بيحس قوي من ايه؟
بالفاز والكونستريكشن اللي يحصل في الاطراف. اقولها تاني تاني، لو هو ما بياخدش بيتا بلوك وعمل مجهود وطلع ابنفرين هيعمل فاز والكونستريكشن صح؟ بس جامد. امال لما ياخد بيتا بلوكر ويعمل مجهود هيحصل انفاز والكونستريكشن جامد ولا لا؟ يبدا يحس بايه في الاطراف؟ الم في الاطراف. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في اللي بياخد بيتا بلوكر. غالبا بيجي يشتكي لك من ايه؟ يقول لك يا دكتور ما بقدرش اقطع السلم. لو طلعت السلم دلوقتي على اول دور رجليا بتوجعني، لو مديت رجليا بتوجعني. ليه رجليا بتوجعني؟ هو ده معنى كلمه عن اوبوز الالفا اكشن. بيتا بلوكر مش بتعمل فازو كونستريكشن، محدش يتخيل كده، لكن ما بتسمحش بايه؟ بالفازو دايلاتيشن اللي يحصل مع اكسرسايز او مع الاسترس. واضحه النقطه دي؟ ها؟ واضحه؟ احنا بنسيرفيت قبل ما نخش في الليبرز، طبعا بما اني هقلل الانسولين هقول نار، غالبا برضه ممكن البلاد ليبرز تزيد. يبقى احنا كده اتكلمنا. بص يا جماعه يعني اقروا وذاكروا، ولو في اي سؤال اسالوني، بس انا بحاول انبهكم النقط المهمه علشان تعرفوا تبنوا نتيجه. الممبرز بقى هنعرف ايه في الممبرز. اول حاجه في الممبرز لازم شيبشا اللي هم
نمرة واحد مين؟ نمرة اثنين عن الإكسايت لازم تنزل نمرة ثلاثة مجرين لازم تستعمل نمرة أربعة ليفر يبقى في أربعة اللي مش مهتمين في أربعة إنديكيشن للبروبرانولول من فضة لازم تتعلم لأن ستيل لحد النهاردة الإندرال يستعمل ومفيش حاجة اسمها ليفر ديزيز أو ليفر يعني بورتال هايبرتنشن تديله مش عارف كنترول ما ينفعش إندرال بلاش سوشيال انزايتي اندرال بلاش لان زائد ليه؟ سايكوسيس اندرال زي الباقي زي مجرين اندرال بلاش اربعه ما تنسوش واضح؟ يبقى تاني عشان تحفظهم ها؟ سبورتال هايبرتنشن مجرين سايكوسيس ها؟ انزايتي اربعه انديكيشن للبروتون أكيد بعد كده طلعنا إيه بقى؟ هنطلع حاجات سلكت. طبعا في عندي حاجة اسمها تيمولول. التيمولول ده نون سلكت كفاية تيمولول مش لازم تكسر. التيمولول بس اللي أنا أعمله. تيمولول ده نون سلكت وده بتاع الجلوكوما. يعني لما اجي اشرح المجرين اشرح المجرين. طب يبقى دول اهم اثنين نون سلكت اللي هم البروبرانولول والتيمولول. البروبرانولول هي اربعه انديكيشن تيمولول بتاع الجلوكوز. هنيجي بعد كده على دوائين دول بقى مش بس بيقتلوا بيتا 1 وبيتا 2 بيقفلوا كمان الفا 1 يعني دول بقوا ايه؟ ها؟ فازو بقى ايه؟ اما تقفل الفا 1 تبقى فازو طيب ودول هنا في دوايين هنا في عندي اللي هو ما بيتا نون وفي الكارفي نون لبيتا نول ده بتاع ايه؟ ده بتاع الهايبرتنشن مع البريجنسي اللبيتا نول فيلو كروموسايتوما صح ولا لا؟ ليه؟ هيقفل الاثنين وانا في الفيلو كرومو عايز اقفل الاثنين اللبيتا نول بتاع الديستنكتنج اورتيك انيوريزم لبيتا نول بتاع الامرجنسي هايبرتنشن اربع استعمالات للبيتا نول في أربعة للبروبانول بفرضهم بتعرفوا كويس. وفي أربعة للبيتا نول برضه بتعرفوا كويس. معلش كده بكرة أنا عارف إنها رخمة بس صدقوني مفيش حد هيشتغل دكتور ميديسن أو كارديولوجي أو معتمد بيشتغل إيه مش هيبقى قدامه كده بكرة دي يعني وهتفضل معانا معلش كارفي بيون بالغلط بس سلكت ولا نون سلكت؟ والنبيتا نور سلكت ولا نون سلكت؟ يعني ينفع تديه في أزمة؟ النون سلكت ما يستعملش في بروكيال أزمة، ليه؟ لأنه هيقفل لي البيتا نور. الكارفي بيون وده بيستعمل في علاج أو في الهارت فيل. مش حتى بس خلينا دلوقتي يبقى بروبرانولول ها ليفر سيرتوكسيكوزيس ميجرين انكزايتي لابيتا نول بريجنسي امرجنسي فيا كروموسايتوما ستيكتين اورتيك انيوريزم هذا اربع تيمولول جلوكوما كارفيتينول ده بتاع الهارت فيلر طلعنا بعد كده سيلكتيف السيلكتيف عندي هنا في أتينولول
هرمونين الاثنين سلكتيف، يعني ايه مزاياهم؟ ها؟ ما بيعملش قوي ايه؟ برونكوس فارس. الفرق بينهم ايه؟ اتينولول هايبرد ميتوبرونول لايبرد. هايدرو يعني ايه؟ يعني الليبيد فين؟ هايدرو ميه كده. والميتوبرونول لايبرد الليبيد فين؟ ليفر. لو عندي ليفر ديزيز استعمل مين؟ ولو عندي رينال ديزيز استعمل مين؟ هناخد بالنا اهميه الهايدرو واللايت. هايدرو ولايت. في واحد وصل بقى اللي هو البيسوبرولول اللي هو الكربون. البيسوبرولول ده ميكس بين اللايت وبين الهايدرو. وده مهم برضه اسمه ميبي بولون موجود في السوق برضه. الوحيد اللي اوله ايه؟ وده بيطلع انهم يبقى ميبي بولون ها اوله ايه؟ ان مفيش بيتا بلوكر. سيبكم من النادي بولون مش علينا بقى. ميبي فلول هو البيتا بلوكر الوحيد اللي اوله ان، وده اللي بيطلع انه في اللي هو ده فازو يبقى يبقى لحد دلوقتي في عندي كام فازو زي بيتا بلوكر؟ ده بيتا لون كارفينيلون والنيبي فلول. جميل. نيبي فلول قدامنا بقى قدامنا نيبي فلول ما بيقللش الضغط ها؟ ما ينفعش كده؟ تاني. هتعمل فينو دايلاتيشن، هيحصل ايه مع العيال؟
نمرة واحد هيعمل لك الكونجكشن. نمرة اثنين هيعمل نيزل كونجكشن. هيعمل ايه المين؟ ها؟ الفير انجكيوليشن. ممكن يعمل هاي بوتنشن سيفير هاي بوتنشن. دي تشكل. مع الهاي بوتنشن ها؟ أي وقت ضغط يوصل يحصل ريفلكس ايه؟ عندي هنا هنا ده الفا بروكر. الفا بروكر اما سيلكتور اما نون سيلكتور. احنا هنحفظ اثنين سيلكتور. هتحفظوا لي فقط البوكساجيو سي والتانسيو سي. هم دول الاثنين اللي هنحفظهم. الباقي الفيكولامين والفينوكسابنتامين. لو جبتهم في الامتحان هكتب لك التفاصيل ايه؟ نار سيلكتي حاجه ماشي؟ عشان ما تحطوش في سنة. الاستعمال الوحيد للالفا بلوكر اللي هي البروستاتيك هايبربليشن او بروستاتيك هايبربليشن مع هايبرتنشن. وهقول تاني ما قلتش هايبرتنشن في الاول. قلت مين في الاول؟ هو ده الميك انديكيشن. طيب ايه الفرق بين دوكساسو سي وتمثيلو سي؟ دوكساسو سي بيفتح البروستيت وبيوطي الضغط. لان الضغط بيشتغل على كل الالفا 1. تمثيلو سي بيفتح البروستيت وما يوطيش الضغط. هو ده اللي انا عايزك تعرفه. يبقى ايه الحكمه؟ جالك عيان عنده بروستيت وهايبرتنشن تدي مين؟ عيان بروستيت ونون بوتنسيت تدي مين؟ دي ما تروحش من دماغك. اخر حاجه السيلكتيف الفا 1 بلوكر ممكن يعمل تاكيكارديا والنون سيلكتيف يعمل تاكيكارديا. خدوا بالك الاثنين يعملوا تاكيكارديا. امال مين يعمل اكتر من نفس ليه؟ ليه؟ هما الاثنين هيدخلوا الفا 1 صح؟ فالضغط يوم كلمه ريفلكس تاكي كارد السمباثيك يشتغل يطلع نور ريفلكسن على المرض. مش ده الريفلكس كده؟ لما الضغط يوقع السمباثيك على النار يطلع نور ريفلكسن يعمل تاكي كارد. ايه الريسبتور اللي موجوده هنا؟ الفا 2. فلو انت حضرتك قفلت الالفا 2 دي يعني مدي نون سيلكت كده النور ريفلكسن هيطلع. حد هيوقفه عند حده فتبقى تاكي كارديا ايه؟ عالية. لكن لو دي مفتوحة وجه النور ريفلكسن زاد ها لحد كده وايه؟ اقف على يبقى الاثنين بيعملوا تاكيكارديا صح؟ لكن مين اكتر؟ ليه النون سيلكتيف بيعمل تاكيكارديا اكتر؟ عشان الفا 2 هنا بتبقى مقفوله اللي هي الاوتو ريجولر. يبقى في الالفا بلوك اسمين اللي هم السيلكتيف مين ومين؟ استاذ سين تنسل سين ها؟ انت تدي استاذ سين؟ لو العيان نور ما تكسر ما تديش استاذ تدي مين؟ حلو كده؟ هكتفي كده؟